هي أكثر من كاتبة وكبت عصرها، هي ظاهرة في الأدب النسوي، رائدة من رواد الأدب اللبناني التراثي الذي عكس نقاء الحياة الريفية ولونها بثقافة انفتاحية. تغادرنا اليوم الأديبة والكاتبة إيميلي نصر الله، تاركة لنا إرثا أدبيا مرتبطا بذكريات الطفولة والمدرسة والزمن الجميل، وهو عنوان الكتاب الأخير الذي لخص فترة ذهبية عاشتها الكاتبة الراحلة التي نشرت عددا من الروايات والمجموعات القصصية للأطفال، منها شجرة الدفلة، الرهينة، تلك الذكريات، الجمر الغافي، يوميات هر، جزيرة الوهم، على بساط الثلج، بالإضافة إلى عملها الموسوعي في 6 أجزاء، نساء رائدات من الشرق. الأديبة الراحلة التي تزوجت من فيليب نصر الله تنهي مشوارها بعدما تملك منها المرض العضال، وتسدل ستار منزلها في الحمرة حيث يودعها أولادها الأربعة يوم الخميس في زحلة إلى مثواها الأخير. وكانت ملتصقة دائما بالمكان، بعزة المكان، بقيم المكان، حتى كمان عملت جدلية كتير مهمة بين المكان والهجرة من خلال روايتها طيور أيلول والإقلاع عكس الزمن. أنا بتوقف كمان عن الإنتاج العظيم اللي تركته أميرة نصر الله، أكثر من 32 كتاب خلال هالعمر، ومنهم كتب ترجموا إلى عشرات اللغات الأجنبية، ومنهم كتاب طيور أيلول اللي طبع يمكن شي 20 أو 30 مرة. وأنا بدي أقول كمان أنه أميرة نصر الله ظلت تعمل حتى الرمق الأخير ولم تترك للموت شيئا، أعطت كل ما لديها للحياة. الراحلة إيميلي نصر الله حصلت على جوائز عديدة، منها جائزة الشاعر سعيد عقل في لبنان، وجائزة مجلة فيروز، وجائزة جبران خليل جبران من رابطة التراث العربي في أستراليا، كما تم تكريمها من قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون بوسام الأرز برتبة كوموندور. ولدت نصر الله عام 1931 في قرية الكفير الجنوبية، وتلقت تعليمها الجامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت، كما حصلت على شهادة الماجستير سنة 1958. وفي الإطار غرد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر كاتبا: يخسر لبنان والعرب شعلة من رموز الأدب والإبداع اللبناني، ومناضلة لحقوق المرأة شكلت قيمة فكرية لوطننا ولعالمنا العربي.